أكثر من شهرين على بدء نظام الأسد حملته العسكرية على الشمال السوري. حينها أي في البدايات حققت قوات النظام والميليشيات المساندة لها تقدماً ملحوظاً، سيطرت على عدة قرى وبلدات كانت طيلة سنوات بيد فصائل المعارضة والجيش الحر، وهو ما جعل من المواقع الإلكترونية وصفحات فيسبوك المؤيدة للنظام تهلل لهذا الانتصار وتهدد أهل إدلب بالسيناريو الأسوأ لهم. لكن دوام الحال على ما يبدو من المحال لتعود الصفحات ذاتها والمواقع الإلكترونية ذاتها قبل أيام للحديث عن معارك حماة، لكن بوجه آخر ملؤه الحزن، فتطلب الدعاء لمن تسميهم رجال الله من جنود الجيش العربي السوري الذين يواجهون هجمات واسعة من المعارضة، لتبدأ بعد ذلك بشتم القيادات العسكرية والحلفاء بعد مقتل أكثر من 1000 عنصر من قوات النظام وإصابة آلاف آخرين، إضافة إلى خسائر مادية كبيرة وفق ما ذكرت مواقع وصفحات للنظام. لا شيء تغير بالنسبة إليهم، أعداد المقاتلين ذاتها والاستراتيجية ذاتها والمعدات العسكرية ذاتها، لكن وحسب ما يقول مؤيد بشار الأسد فإن الحليف الروسي المفترض تخلى جزئيا عن قواتهم في معارك حماة وإدلب ولم يعمل طائراته لقصف مواقع الفصائل العسكرية أو أسلوب لي الذراع المعتاد بقصف الأحياء السكنية وقتل المدنيين. إذن وباعترافهم تقدموا بفضل الروس وتراجعوا بفضل الروس، فلم تكن ديباجة الأبطال من جنود الجيش العربي السوري أو أفلام المقاومة المؤامرة الكونية على سوريا لم تكن ذات جدوى، والصمود كان خشبيا احترق مع أول رصاصة أطلقها شبيح على صدر سوري طلب الحرية.